نبدأ. السؤال الأول علي الكثمي، أو بالأصح سؤالين، إذا جاوبت عليه بشكل سريع. ركن الاتزان الأول بمصدر الوجود ماذا يسمى؟ عندك أربع خيارات. والسؤال الثاني، من مقدم دورة خماسية الاتزان في أكاديمية حياتك؟ قوة ثانية. من القوة الثانية؟ وليد الشمري. يستعين فيك بعد الله حبيبنا علي الكلتمي. عاد أقدر أجاوب الحين مثلا معك؟ إيه تساعد أنت بكيفك. محمد عاشور. السؤال الثاني محمد عاشور. الأول. طيب. الأول صحنا الأول يا وليد. ركن الاتزان الأول بمصدر وجود الله. لحظة، حسن الظن. حسن الظن إجابة صحيحة، برافو. يا سلام، السؤالين صحيحة وكاملة متكاملة. بيض وجهك أخوي وليد الشمري. الله وجهك يا وليد. لعبد الإله القحطاني، السؤال لك الثاني. طبعا اختار القوة الثانية، القوة الثانية فيها درجة خصم، أنتم أعلم بالمشاهدين، أخصمها من القيمة الأساسية اللي وصل لها، لأن عندنا كل سؤال لها قيمة تنقص مع الثواني، وعندنا 80 ثانية لكل سؤال. السؤال اللي بعده يا عبد الإله القحطاني، الصفات اللي أنت تتسم بها هي دلالة على التعريف، عندك ثلاث خيارات. والسؤال الثاني، من مفاتيح النجاح أن تكون بك أعمق. يا سلام، برافو. حول القوة الثانية. يسألك بالسؤال الثاني، من مفاتيح النجاح أن تكون عندما تدخل على أهدافك؟ صلاة يا حمد. من مفاتيح النجاح. الثقة. صلاة الوقت. اسمعني يا حمد. إيه. إذا ما تقدر حول. من مفاتيح النجاح أن تكون عندما تدخل على أهدافك. حول. إلى الاتصال. حمد، دقيقة، أنت قلت جواب ولا ما قلت جواب؟ يقرأ السؤال. طيب، نشوف الحين الاتصال. سؤال عبد الله القحطاني، لكن الاتصال تحت الهواء، اتصل قول النقاط هذه هدية لواحد من الستة، سواء عبد الله القحطاني صاحب السؤال أم علي الكلتمي، راح يوقفون من عنده، لا تشيل همه. علي الكلتمي، الشهراني محمد، أو عبد الله الشهراني، أو عبد الله الشهراني محمد الشهراني، وصالح القحطاني، وكذلك عبد المجيد البندر. نشوف من الستة مين راح يدون الاتصال، ثم الاتصال على الهواء راح يعطينا الجواب الصحيح. والخيارات هي جريء، واثق، طموح، مجازف. كيف راح أقلل إلى ثلاثة بس عشان المشاهد. جريء، واثق، طموح، واحد من الثلاث خيارات هذه راح يكون جواب السؤال. من مفاتيح النجاح أن تكون عندما تدخل على أهدافك، هل تكون جريء، أم تكون واثق، أم تكون طموح؟ جريء. وننتظر الاتصال ويخدم مين، وأكيد راح يضيف نقاط وقيمة خصم الاتصال عند المشاهد. عندكم بالضبط راح تعرفون كم درجة الخصم من قيمة السؤال اللي وصلنا الحين، 352 نقطة هذا اللي وصلنا له. أول ما يتصل المتصل يبدأ النقاط تنقص والثواني تنقص إلى ما يعطينا الجواب الصحيح والصريح والواضح، إن شاء الله تجاوب عليه بشكل سريع، سواء لعبد الإله هو صاحب السؤال أو لشخص آخر معنا في المسابقة واللعبة. كان لي ولا للشباب، كلنا واحد إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله يكتب اللي فيه الخير إن شاء الله. كلكم مكملين بعض. الأرقام ظاهرة على الشاشة يا شباب، الأرقام ظاهرة على الشاشة، اتصل على الرقم وشوف تحت الهواء بلغنا السؤال أو النقاط السؤال يروح لمين بالضبط من الشباب، ثم بعدها نشوف النتيجة النهائية بالجواب الصحيح يروح لمين بالضبط في نهاية المسابقة واللعبة البرايم. بسألكم ستة، كنتم محضرين في المسابقة واللعبة؟ لا. كيف؟ لا كثير ما حضرت. ما ح... إيه؟ إيه أنا ختمت ما شاء الله. صالح قحطاني. عبد المجيد نص ونص. شهراني كنا نذاكر بسرعة كذا زي حق الاختبارات كذا، وانت عند الباب. هذا مو معنا، هذا ما بيجينا. نهاية يبقى سؤالين. عبد الإله والله قرأت شوي واسمع الشباب يوم يقرون معلومات تسمع. لا والله جالس معهم، يعني كنا نتداول المعلومات على قولتهم. جميل. عبد الله كنت اسمع لصالح وصالح يسمع لي. ما شاء الله تذكر مني اسمع لك. بقعد معكم. طب مر عليكم السؤالين الماضية او الاربع الأسئلة الماضية مرت عليكم؟ إيه صدقت الأول عندك ثاني فقعد معكم بدون عجل. لا جيت يا من اللي مر عليه السؤال الأسئلة الماضية؟ لا والله ما مرت. أنا ما قشفتها ولا عند المدرب نفسه. والله إن كان أول مرة أقرأها حتى المدرب نفسه ما سمعته. إي والله خاصة مفاتيح نجاح كلها مفروض. عندنا اتصال. السلام عليكم. ما في جميع ما سبق. وعليكم السلام. هلا. الجواب جريء ولا واثق ولا طموح؟
بغض النظر انا اتكلم الحين الجواب وجريء ولا واثق ولا طموح. السؤال اي؟ طيب معلش الاول ولا الثاني؟ السؤال من مفاتيح النجاح ان تكون عندما تدخل على اهدافك. السؤال الثاني الوقت. عيد الخيارات معلش. جريء واثق طموح. انتهى الوقت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الاجابه هي واثق هي الاجابه الصحيحه. معوض خير عبد الاله. ننتقل لعبد الله الشهراني. السؤال لك سؤالين في الجوله الاولى. ابو يارا محمد. محمد معليش. لمين محمد؟ عبد الله يسار. انت محمد شويه اعرض. ايه انت شويه انحف. كويس عبد الله يا رب انك تفرق. انا طيب شنو عرفت بس انت لابس نظاره. انت ما تلبس نظاره صح؟ خلاص انكسرت خلها مكسوره. طيب يقول السؤال ما هو المطلوب من المسؤولين عن الاسره في صناعه اسره جميله ومتطوره؟ عندك اربع خيارات وعندك السؤال اللي بعده. حول 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 القوة الثانية. مين القوة الثانية؟ عبد الله نجيبان. عبد الله نجيبان. عبد الله نجيبان. وقتك قاعد يروح يا بيارتك. الحب والأمان. نجيبان. إيه جاوبت الحب والأمان الأول. الحب والأمان يا سلام. الثاني الاتزان. الاتزان الإجابة خاطئة. اعتقادك عن دورك في الحياة ركن من الأركان. الصحة النفسية هي الإجابة للسؤال الثاني. عموما جاوبت على السؤال الأول برافو عليك. ساعدك عبد الله النجيبان لكن السؤال الثاني ما وفقت فيها. فدا فدا يا ابو نجيبة. شباب اسلم. هي دورة محمد عاشور تكلم عن أركان التزان الخمسة وذكر منها اعتقادك عن دورك في الحياة اعتقادك عن مصدر وجودك خمسة أركان معروفة. طيب يعني. هذه أسئلة جاي من معد الدورة تبعهم هم اللي أرسلوا لي الأسئلة هذه. عموما هي حترجع لهم. احنا مثل ما ذكرنا حتى في الأسبوع الماضي قد يكون الواحد يفسر الإجابة بكم تفسير. إحنا ما لنا علاقة. إحنا على باللي ذكر على الهواء طيب مباشرة. طيب ذكر. إيه أنا قاعد أقول لك هذا السؤال منهم بالضبط. عموما ننتقل اللي بعده عبد المجيد البندر. السؤال لك برضه خلال 80 ثانية سؤالين. السؤال الأول. تقرب لأني ما شفته. تقرب حتى خذ راحة تقرب إذا ما تشوف. يلا السؤال وركز فيه زين وحول إذا ما تقدر عليه. أن تكون أنت الملاذ الذي يأتي إليه طفلك هل هو الحب الأمان الفرصة الاستغلال؟ السؤال الثاني من هو أكثر شخص من الأسرة يستطيع أن يحضن بنسبة 90%؟ القوة الثانية. القوة الثانية اللي هو أحمد سعود صح؟ أحمد سعود. هلا حبيبي هلا والله. السؤال الأول السؤال الثاني. أول شيء الأمان. الأمان. بعدين الأم. الأم إجابة صحيحة برافو تستاهل. برافو 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 عليك أحمد سعود كل إجابتين صحيحة تستاهل. عدد النقاط اللي وصلتها توقع 511 والثاني 400 نقطة هذه اللي وصلتها تستاهلها. ننتقل لصالح القحطاني صاحب الجهرة المسيئة لما استخدمها. الله يحييك. إن شاء الله تجاوب على السؤال هذا إن شاء الله بإذن الله. أو السؤالين بلا صح. القوة الثانية ذكرنا فواز الشمري. فواز الشمري خليك قريب يا فواز الشمري حول الشاشة وبرضه حول المايك عشان اسمعك. يقول السؤال يا صالح ما هي الجهة التي يتعلم منها الطفل أو الجهة من يتعلم منها الطفل الخوف في حال كسره الكوب؟ التوجيه الضرب التأنيب البيئة. ما هي الجهة التي يتعلم منها الطفل الخوف في حال كسره الكوب؟ السؤال الثاني ذكر الأستاذ عصام العسكر أنك تستطيع أن تعاقب ابنك وأنت فراغ. حولها كلها. القوة الثانية. القوة الثانية فواز الشمري. السؤال الأول الجواب أيوة التوجيه الضرب التأنيب البيئة. الضرب. السؤال الثاني الضرب. الجواب تستطيع أن تعاقب ابنك وأنت حول حول حول. طبعا السؤال الأول غلط هو البيئة. السؤال الثاني حولها للمشاهد نشوف المشاهد راح يجاوب على السؤال ولا لا. طبعا ذكر الأستاذ عصام العسكر كان في أحد الدورات اللي موجودة في أكاديمية حياتك أنك تستطيع أن تعاقب ابنك وأنت تحتضنه وهو يأكل وهو يلبس وفهم يا فهم. نشوف الإجابة تروح لمين بالضبط. صاحب السؤال يخدم فيها مين؟ مثل ما أنتم عارفين اللي عندهم الجوهرة الماسية اللي هو سرور روقي وبر المسابقة واللعبة ويقدر يستخدمها بعد البرايم. وصالح القحطاني عنده جوهرة ماسية ويقدر يستخدمها في حال إذا طلع خارج البرنامج يستخدم الجوهرة ويرجع مرة ثانية وراح يودع اللي بعدها مباشرة. هذه فكرة آلية المسابقة واللعبة. بانتظار الاتصال أستاذ صام العسكر. اتصال ها عندك الإجابة؟ هاتهم الخيارات.
بس خل القط الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بين ثلاث خيارات، تحتضنه وهو ياكل وهو يلبس. استاذ عصام العسكر، انك تستطيع ان تعاقب ابنك وانت نعم تحتضنه. برافو، الاجابه صحيحه. الاجابه الله اعلم راحت لمين، هل هو صاحب السؤال ولا غيره، راح نتاكد فيها بعدين. حبيبنا محمد الشهراني، عبد الله الشهراني، معلش انا سوري. عبد الله الشهراني، السؤال لك. القوة الثانية مين؟ أحمد سعود صح؟ القوة الثانية أحمد سعود، وخلهم ذلحين يقسمون الشاشة عشان ما تروح. طيب طول. أحمد سعود خليك جاهز وقريب من المايك وركز على السؤالين الجاية اللي عبد الله الشهراني إن شاء الله يجاوب عليها بشكل سريع. يقول السؤال: دراسة أثبتت أن من يحتضن أطفاله 20 مرة باليوم فإنه يغذى بالقوة، بالحب، بالشجاعة، بالعنف. السؤال القوة الثانية، القوة الثانية، القوة الثانية، القوة الثانية. الجواب الأول الحب. الحب. طيب من الأسباب الطبية لتساقط الشعر؟ الوراثة. نعم الوراثة. الوراثة. وراثة. وراثة. فدرجولك. الإجابة. فدرجولك. إجابة. كلا تنتين صحيحة. برافو. تستاهل. تستاهل. برافو. سأل إجابتين، سؤال أول بالحب أو السؤال الثاني بالوراثة. إجابة صحيحة.